ما شاء الله زيني يوم فيديو تجربة رسم. اليوم راح أجرب أرسم على أشرطة أفلام قديمة اللي هي هاي منو من عندكم عندهم من هاي الأشرطة بالبيت؟ أكيد يعني أحد أجدادكم عندها من عندها. طبعا هاي الأشرطة يمكن آخر المرات اللي يستخدموها آخر سنة كانت بالتسعينات. اليوم حجرب أرسم عليها. قبل ما نبدي بالفيديو حطوا لايك إذا تعجبكم هيك فيديوهات، واشتركوا بالقناة إذا بعدكم مو مشتركين حتى يوصلكم كل جديد. طبعا راح تظهر على الشاشة قائمة الفيديوهات اللي مثل هيك أجرب أرسم على أشياء أو أرسم أشياء لأول مرة. فيب خليكم ويا الفيديو. طبعا اول شيء بديت يعني امسح هاي الاجزاء الواضحة قدامكم، شيلتها كلها على مود ما تعيقني بالرسم، وحاولت انه اسوي تغليف للمكان وحطيت طبقة سوداء. طبعا ها اول تجربة كانت جدا تعيسة، فبديت ثاني يوم تجربة جديدة انه ارسم على هالافلام اشرطة الافلام بس بطريقة جديدة، وحاولت انه ما اجي بالعيد. سؤالي كبداية جديدة حطيت طبقة من اللون الأبيض على مود أحاول إنه أغلف وأسوي طبقة أساس، واستخدمت ثلاث ألوان تدرجات ألوان ثلاثة، وسويت دوائر وبعدين سويت تخطيطات بالقلم الأسود مثل ما راح تشوفون بالفيديو. يعني الرسمة بالنهاية طلعت بيها في شيء بسيط لأنه مو كلش يعني ضبطت وياي، يعني المكان صغير نفس الوقت المكان مو مسموح علي إنه أرسم بطريقة يعني مريحة، وهي كانت النتيجة. نهاية الفيديو شنو رأيكم باللي رسمته؟ كوب الشاي لو البنية هالبنية طبعا وهاي الورقة. فكتبوا لي إذا تعجبكم هيك نوع فيديوهات بالتعليقات، وهمينا إذا بعدكم مشتركين بالقناة وقناتي أول مرة تظهر لكم حطوا اشتراك، وهمينا حطوا لايك وشاركوا أصدقائكم إذا يحبون هيك فيديوهات، وأيضا تابعونا على الانستغرام إذا ما متابعيني، حترك الروابط حسابي بالوصف. وبس لا باي ولا هلاو، الله ياكم.